بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس سبورتنج تقدم لكم عظه ايماننا المسيحي للاب القمص بيشوي كان. وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة معلمنا ماري مرقس البشير والتلميذ الطاهر بركاته. اتعثر في الطريق واقول مفيش فايده وطلبات ربنا دي زياده عن اللزوم، لا ده ربنا اصله عاوز يفرح بيا. لما بنحكي عن سير القديسين العطره دول ولاد ربنا وربنا عاوزنا احنا نبقى كده، واحنا اللي قاعدين في الكنيسه النهارده ربنا قصده ان احنا نكون قديسين، مش قصده نكون اهو كويسين وخلاص. انت تتمنى لابنك كده؟ ما تتمناش لابنك كده، انت تتمنى له ان هو يكون في حاله في حاله الكمال، حاله القداسه الكامله. ربنا عارف ضعفنا خالص، وربنا ما بيعاتبناش على خطايانا، وكلمه التوبه اللي بنسمعها في الكنيسه كتير دي، التوبه معناها يعني ايه؟ يعني بس تعالى وانا مش هحاسبك على حاجه خالص، بس تعالى. التوبه معناها الرجوع لربنا او رجوع لحضن الاب، وانا مش هقول لك كلمه صغيره من عن اي حاجه حصلت. في ايدينا يا احبائي ان احنا نفرح قلب ربنا، والكنيسه حسب تعبير الكتاب المقدس هي العروس بتاع المسيح. خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. مين عاوز العروسة بتاعته إلا تكون جميلة جدا، أروع ما تكون. في العهد القديم في حسقيال النبي يتكلم على الجمال اللي في الكنيسة اللي عمله ربنا، يقول كده إن أنا وجدتك مطروحة في الحقل بكراهة نفسك، ووجدتك عريانة وعارية، ووجدتك مدوسة بدمك ولم تشفق عليك عين، في حسقيال 16، ولم ترق لك عين، ووجدتك عريانة وعارية ولم تختلي بماء ولم تملحي بملح ولم تقمطي بقماط، كنت مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيشي، فأخذتك وحممتك بالماء ومسحتك بالزيت وألبستك مطردة وضعت في نعليك تخز وفي وحط في ودنها حلق وقلادة في عنقها وأسورة في يدها. تعبيرات جميلة خالص. وبعدين بص كده قال لها فصرت جميلة جدا وجملت جدا. بس كده لقى شكلها بقى حلو قوي. النفس الحقيرة اللي هو بيوصفها وصف يعني في منتهى القذارة
أم هو جملها. فلما لقاها جميلة جدا فقال لها: فجملت جدا جدا وصلحت لمملكة، فصرت لي، بقيت بتاعتي، وأنا خطبتك وخدتك ليا وصرت ليا وصرحت لمملكة، وخرج لك اسم من أجل جمالك الذي أخذتيه من بهائي أنا. وكل الناس ابتدت تتكلم على جمال الكنيسة وعلى حلاوتها وطهارتها. وبعدين يعاتب ربنا ويقول إيه: فاتكلت على جمالك، اتكلت على جمالك وأخذت الحاجات بتاعتي لدتهالك، الذهب والفضة والأساور والهدوم الكتان، وأخذتها وصنعت بها الشر لإغاظتي. وبعدين بعد كده يقول ربنا في الآخر: مع هذا كله هأدبك وحترجع لي، لأن أنا عامل معاك عهد أبدي. في عهد كتبه ربنا، والعهد ده مكتوب بالدم، مكتوب بدم، إن أنا لربنا ولازم أكون لربنا، ومش ممكن، لابد أكون لربنا. وأنا بفلت من إيدين ربنا بيقول إيه: كتبت معاك عهد وحرجعك تاني، وحتذكري محبتي ليك دي قصاد أعمالك الشريرة، فتخزين ولا تستطيع أن تتكلمي، تقفلي بقك. إيه ربنا عاوز من الإنسان؟ إحنا نتكلم عن التكسب، عن الفداء، وعن العناد، وحاجات كتير عملها ربنا. إيه ربنا عاوز من الإنسان؟ تفتكر عاوزه يعبده؟ مش ده الأصل، ده معنى سطحي. ربنا عاوزنا نبقى أولاده ويفتخر بينا، يفتخر بينا. لو ربنا يكون له ابن كده من الكنيسة، من ولاده، والابن ده هو يكون في وسط العمل بتاعه أو في وسط الشغل بتاعه، وبعدين يسلك سلوك كده في ملامح ربنا يسوع المسيح، ينبسط ربنا ويفتخر ان له ولاد يشرفوا النار. لما يكون لك ابن وثق وكده ويقولوا عليه ان هو موقف، واقف موقف بطولي وموقف شهامة، وتكتب عنه الجرايد كده ان هو حاز على درجات عالية وعمل خدمات كبيرة للبلد، انت تبقى فرحان، تفتخر بابنك. ربنا بيفتخر بولاده لما لاقيهم فيهم الملامح بتاعته والصورة بتاعته. فالكنيسة خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، المفروض تكون نظيفة وعفيفة وعذراء وجميلة. والعذراوية هنا المقصود بها مش عدم الزواج في العالم، إنما العذراوية هنا عذراوية القلب، عذراوية الفكر، الفكر اللي هو مش مدنس في العالم، الفكر اللي هو محصور في المسيح، القلب اللي غير مشغول، غير بما يرضي ربنا. حاجات كثيرة ربنا عاوزها مننا، مش طلبات ولا وصايا زيادة ولا تصعيبات، لكن أمان. نفس ربنا تتحقق في أولادك زي أنت ما تحب تشوفها في أولادك. عاوزنا نكون إديتين، مش عاوزنا نكون نصنا. يوم إحنا في سلوكنا العادي من ناحيتنا، لما بنجد إن ده قصد الله في حياتي، وإنه عاوز يعملني شريك للطبيعة الإلهية، وإنه عاوز يغير الفساد اللي فيا إلى عدم فساد، ان هو عاوز يعملني ملكة وعاوز يقيمني عن يمينه. وبعدين ربنا يبص في الناحية الثانية، ابص انا دي امان ربنا فيا. بولس الرسول يقول ايه: اسعى لعلي ادرك الذي لاجله قد ادركني المسيح. يعني المسيح لما جالي كان قصده فيا حاجة، فانا هعمل جهدي عشان احقق للمسيح امنيته فيا. هذه مسيحيتي، انا هعمل جهدي بكل اجتهاد ان انا احقق امال المسيح فيا، مش هخيب امله فيا. احنا على بدايه الصيام الكبير، في صفات كتيره خالص المفروض تكون في الانسان المسيحي عشان يكون شكل ربنا. ايه شكل ربنا؟ شكل ربنا القداسه، كونوا قديسين لان ابوكم السماوي قدوس.
الطهارة؟ رغم ان الطهارة دي مش من طبيعة الانسان ولا من طبيعة جسد، لكن ربنا عاوز ولاده يبقى اطهار زيه. المحبة، ربنا ناس كتير اساءت ليه حتى الصليب، فربنا نفس ولاده يطلعوا زيه حلوين كده، هيحبوا الناس ويحبوا لغاية امتى؟ وصعبها ربنا خالص؟ لا ما بيصعبش. ده زي انت ما تقول لابنك كده، تقعد معاه قاعدة كده خاصة، تقول لابني انا نفسي كده تجيب مجموع كبير وتخش كلية كبيرة، ونفسي افرح بيك وتاخد دكتوراه وطلعك بعثة وتاخد شهادات عالية، نفسي. هل انت لما بتقول كده لابنك انت عمال تصعب له السكة، ولا انت عاوز تفرح بيه وتفهمه ان انت مالك وبيتك وامكانياتك هتحطها تحت خدمته عشان تحقق له هذا الغرض العظيم؟ ادي معنى الكلام. فربنا قال اسمع يا اولادي، انا عاوزك تحبوا بعضيكوا بعض، تحب قريبك كنفسك حاضر. طب قريبي مين؟ قال قريبك كل واحد في الدنيا. قد ايه؟ يا سلام، وعاوزك تغفر. طب حاضر رب، عشان تبقوا زي، شوفهم انا بغفرت قد ايه. الغفران ده لذيذ خالص، وتغفروا كتير زي انا بغفر لكم كتير. قال طيب بتغفروا قد ايه؟ قال لغيث من لطمك على خدك الايمن تحول ليه الايسر. يا رب دي صعبه خالص. لا يا ولادي، ده انا اتمنى ان انتوا تكونوا في، يعني عاوز كده واحد منكم يكون ماشي يشوفوه يقول اهو المسيح، اهو اهو المسيح اهو بالظبط. انا بقول ده امان ربنا فينا احنا، فينا احنا. محبه كامله، تضحيه، بذل، شوفوه كونوا كاملين. أبوكم للسماوي كامل. عاوزكم بقى تبقوا شكل بقى مظبوط كده، شكل في كل شيء، تبقوا حلوين خالص. دي بتبسطك يا رب؟ قال تبسطني. يا سلام، في سيرة واحد من القديسين كان في مجاعة على الأرض، كان المطر ما بينزلش، كان عنده 3 خبزات. عدى واحد أعرابي عليه أخد خبزة، عدى واحد تاني أخد خبزة، قالوا له خلاص. عدى الثالث قال طب ما أنا هاكلها وممكن ياكلها هو، خلاص فأكل. في اللحظة دي بالظبط نزل المطر من السماء. المدام في واحد على الأرض قلبه زي قلب ربنا، فأنا نزل المطر على طول. مرة واحد تاني قديس أبو مقار كان ماشي في البرية، لقى رهبين بيعملوا خطية وحشة قوي، فبدل ما يجيب سيرتهم ويدينهم قال يا خسارة هيروحوا فين دولة، فاترمى على الأرض وسجد على وشه وقعد يصلي يقول يا رب ارحم، ارحم الأخين دولة اللي نفسهم هتهلك، ويبكي ومعاش في دينونته. شر راسه كده لقاهم ما كانوش 2 ولا حاجة، ده كان شيطان بيجربه، كان شيطان لما تعب فيه، فلقى دخان وطلع لفوق. سمعوا تلامذته صوت من السماء بيقول له طوباك يا ابو مقار لانك صرت شبيها بالله، ترى عيوب الناس وتستر عليه. بيفرح ربنا اما لما يشوف واحد يشوف عيوب الناس ويستر عليه. باخد اخد ملامح ابوه، اخد ملامح ايه؟ ابوه. يعرف الواحد مسيحي يبقى فيه ملامح الاب، حياة لذيذة خالص. ويبقى ده هدف لازم يحققه الإنسان المسيحي بكل قوته، لأن ده قصد حياته في العالم. وأنا بعد كده هاخد إيه؟ هدي العيشة همشي زي ما هي ماشية، ما مش غيرش، مكلمكش عليها. لكن المطلوب مني تحقيق مقاصد الله فيا، إن أنا أكون على صورته وشكله ومثاله، لأن يوم ما خلقني ملقاش صورة يخلقني عليها غير صورته. فربنا يوم ما خلقني خلق فيا صورته ملامحه هو، فعاوزها تبقى ايه؟ تبقى فيا انا. يا رب يسوع يكون ده بداية الصيام، ده بداية اعلان ليا عن الكشف عن الحقيقة دي. والكنيسة كلها كنيسة جميلة خالص، مش جميلة في المبنى بتاعها، لكن كنيسة حلوة قوي قوي في اولادها، لأن هم دول كلهم أعضاء في جسم المسيح، يحبوا بعض ويسامحوا بعض ويحتملوا أتعاب بعض ويحبوا حياة الطهارة.
وينحرف العالم للنجاسة وهم يجروا وراء يشتاقوا لريحة الطهارة والقداسة لأن فيها ملامح ربنا يسوع المسيح وصرف. هم مش متعلمين، هم مش متضايقين، كل ما كان لي ربحة سبته نفاية عشان أربح المسيح، وأنا أكون صرته ده شرف كبير خالص، وأدخل في السنة ويقول يوحنا الحبيب: أيها الأحباء لسنا نعلم ماذا سيكون، ولكننا نعلم أننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. لازم يا إخوتي تتحققوا من هذا الغرض إن إحنا هنكون مثل ربنا، فإحنا مش مطلوب مننا إن إحنا نكون أقل من هذا. الطريق إزاي ده موضوع تاني، لكن هذا قصد الله، وما دام ربنا يقصد هذا إذن هذا ممكن، لأن ربنا ما يقصدش حاجة مش ممكنة، وربنا كان مع القلوب المخلصة ليه ما سابهاش أبدا، لأن القلب اللي قصد يحقق قصد ربنا فيه ربنا ساعده بكل إمكانيات. إحنا في أوائل الصيام. إيه هو الصيام؟ الصيام ربنا جه كده بعد العماد سيدنا صام 40 يوم بس، وقال تعملوا كده، وبعدين حطينا عليها أسبوع الإعلام في الآخر، وزودنا كمان عليهم أسبوع في الأول بقى 55 يوم، 40 يوم أسبوع الإعلام وأسبوع في الأول، سموه أسبوع الاستعداد. والصيام ده يعمل أقل ده علاج كبير خالص خالص. الصيام علاج كبير، علاج يوصلني للقصد بتاع ربنا، قال ده حاجة جميلة جدا. طيب إذا أنا صوم، لكان ده وسيلة، أبويا بيتمناني إن أنا أخد دكتوراه، الجامعة دي تدنيني أخشها، أبويا يدفع المصاريف، دي وسيلة تدخلني ياي توصلني للقصد اللي عاوز ربنا يحققه فيه، قال توصلني للقصد اللي حققه ربنا. إذا ده بقت حاجة لذيذة. إذا هو مش إيه زي ما قلت في الأول، لا هو مش مقصود بيه تصعيد، يوه صيام طويل بقى 55 يوم، أو صيام طويل القصد منه تعذيب للنفس، لا. قلت لك مفيش وصية بيحطها ربنا يسوع في الوصايا اللي بتسميها وصايا صعبة دي، لا، ده القصد منها دي أمال، أمال ربنا عاوز يحققها فيا. صحيح يا جماعة، صدقوني ربنا عاوزنا نكون شكله تمام في ملامحه في صورته، واحنا كلنا مقصرين، وانا في الاول، كلنا مفروض نكون صورة ربنا، هو عاوز كده. احنا ضيعنا عمر كبير وقت كتير، ايه الوسيلة يا ربي؟ ارسم لنا السكة. قال انا جد نفسي، انا هو الطريق. الطريق طب يا رب ماشي في الطريق اللي انت عاوز، ايه يعني تقصد تعذيب؟ قال ابدا، انا اقصد حاجات كتيرة خالص خالص. النهاردة ما اقدرش اكلمك على كل البركات اللي ممكن ناخدها من الصيام ده، لكن في معناه البسيط خالص، زي ما بقول لك كده، في اسبوع في الاول استعداد، اسبوع في الاول استعداد قبل الصيام، الاستعد بالصيام باسبوع صيام، معناها ايه دي؟ استعد باسبوع عشان يصومه الله. اصل الموضوع خطير، الصيام الاربعيني ده، الصوم الاربعيني ده اللي صامه ربنا يسوع المسيح، ده صوم الهي. إذا كان ربنا عاوز يوصلني إلى شركة طبيعته الإلهية، وعاوز أكون كامل كما هو كامل، وعاوز يكون فيا ملامحه بالضبط، ريحته واسمه وشكله وكله يكون فيا، يبقى إذن ده لازم يقصد فيها، لازم ده إمكانيات كبيرة قوي هيقدمها لي. فالكنيسة عملت الأسبوع الأولان ده سمت أسبوع الاستعداد، وزي ما فيه في بعض الكنائس اسبوع الاستعداد ده، شفت كده عند اخواتنا السريان يعملوا ايه، يجي الكاهن كده في الاسبوع الاولاني ده يقول لهم يا جماعه من جاي بكره كده، يجي يقف الكاهن في الكنيسه يقول يا جماعه الصيام الاسبوع الجاي، فالاسبوع ده عندنا فرصه عشان كل واحد يجهز نفسه. اكيد الصيام ده عمليه عاوز عمليه تجهيز، شوف ازاي في فرق بين واحد جاهز لرحله وفي فرق واحد طلع الرحله كده بدون ايه تجهيز،
طبعا مش هيطلع على الرحلة كويس. شوف القصد بتاع الأباء ونقول ايه. وقف الكاهن كده وسمحت يقول كده: يا جماعة الأسبوع ده أسبوع استعداد للصيام، يلا كل واحد بينه وبين أخوه في حاجة زعلان يروح يصفيها بسرعة بسرعة، كل واحد بينه وبين واحد في شيء يخلص، واحد مرتبط بحاجة مش كويسة يصفيها بسرعة. الأسبوع ده تلحق تخلص كل حساباتك علشان خاطر تقدر تصوم. يعني أنا عاوز أقول في مفهوم في ذهن آباء المدرسين إن في استعداد للصيام، لأن الصيام له قصد إن هو يوصلني إلى حالة من السمو الروحي عبارة عن رحلة مقدسة تنتهي بأسبوع الألام اللي هي تنتهي بالعبور، تنتهي بالصليب، تنتهي بالمجد والتجلي والقيامة، فهي رحلة مقدمة عرض استعداد. رحت تبني برج، اعمل حساب النفس، ناوي تصوم اعمل حسابك، صمت تصوم اعمل حسابك، عاوز ايه من الصيام ده. هي يقعد مثلا معلم يقول مديح يقول المحبة أساس البنيان والتواضع يقوي أركان، طب المحبة وأنا لسه قلبي مفيش محبة، أنا أكون إزاي؟ والتواضع أنا لسه حاسس إن أنا فيا شيء وفيا بر ذاتي، طب وينفع حسن إزاي؟ صح أبدا. وبعدين إن كان الصوم فيه عملية تصفية، تصفية لضعفات كثيرة الشهوات الكثيرة، مش مفروض هي الشهوات بس، شهوات شهوات الجسد، لا في حاجات كثيرة، وده اللي بيخلينا نغلط كثير. تصفية الشهوات، شهوة المال، شهوة الشهرة، شهوة المراكز، شهوة الكرامة، شهوة محبة النبي، هذه الشهوات كلها تعمل لها تصفية، فيبتدي يبرز شخص المسيح في حياته، فيصبح ليها شهوة واحدة، مجد اسم ربنا وظهور ربنا في حياته، مش ذاتي أنا. إيه ربنا قصدي؟ أنا بقول لك من الأول، قصدي ربنا إن أنا أكون صورته هو، مش ممكن أكون صورة ربنا، وإذا لازم يتغير تتمسح الصورة دي، وهو ده اللي اختبروه آبائنا القديسين في الصوم، قالوا إنه عملية استعداد لشيل الصليب علشان ألحق بالمسيح في جثمان لما يجي أسبوع الألام، والصليب في شيله في حمله عاوز عملية استعداد مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، عملية تصفية تصفية كاملة. أنا مش مجبر على فكرة، وأنا مش شعر إن ده عبء تقيل، أنا شعر إن دي وسيلة مقدسة ممتازة هتحقق أمل ربنا فيه. يا سلام لو تحقيق أمل أبويا في كليتي أو في مذاكرتي إن أنا أسهر للصف، أسهر للصف وأخذ الدكتوراه دي وأفرح قلبي. أمل ربنا فيه إن أنا أكون قديس زيه، شال الصليب ومشي وراه، من أراد أن يكون لي تلميذا وأكثر من مرة كررها. هل ربنا أقصد إن أنا أكون تلميذ زيه ليه؟ طبعا. طب ممكن أكون تلميذ من غير ما أشيل الصليب؟ مش ممكن. طب فين الصليب بتاعي؟ أهو يلا ابتدي الصيام. أدي معنى الاستعداد. الاستعداد يعني واحد يعمل إيه؟ مسافر رحلة، يروح تكاليف الرحلة كام؟ تذكرة تتقطع بكام؟ مصاريف الأكل كام؟ يرتب كده، ويعيش إنسان جاهز، يطلع رحلة من غير ما يعمل حساب التكاليف، يخور في الطريق، ما يكملش الرحلة. يلا اللي وضع يده على المحراث ما ينظرش للوراء، لأن هذا الإنسان لا يصلح لملكوت السماوات. ده طريق لذيذ، رحلة لذيذة، رحلة شركة مع ربنا يسوع المسيح، رحلة تنتهي بأن تظهر صورة ربنا فيه، رحلة تنتهي بأن أنا أكون في شركة معاه وأن أنا أخذ شكله وملامحه، رحلة تنتهي بأن الناس تشوفني تقول هو المسيح هو، ريحته وشكله وتصرفاته وقلبه ومحبته. يا سلام يا ربي، أنا ناقصني كتير خالص خالص، وهي فرصة اديتني عمر السنة دي عشان خاطر أحضر الصيام ده. نبتدي الصيام، نستعد، نبتدي الصيام. يجي الحد الأول،
بتاع الصيام مش بكرة حد الأول، لا ده اسمه يعمل ايه حد الأول ده؟ يتكلم الكتاب المقدس، يتكلم الإنجيل عن محبة الميت، ويقول كده: لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، الله والمال. أو هنا في الكتاب بتاع الكنيسة بيقول: لا يستطيع أحد أن يخدم ربي. فحط المال عمله رب، وابتدى يقول عن الاهتمام والهم، وإن أنت ما تهتمش بالغد، تطلبوا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. وكأن الحد الأول ده يعني أول سلمة، إذا اعتبرت إن دي رحلة بقى، احنا اتفقنا إنها رحلة هتنتهي بأمجاد أسبوع الآلام. الرحلة دي تنتهي إيه؟ بتحديد موقف. أنت بتعبد كم إله؟ أدي معنى كلام ربنا في أول الصيام. تعبد كم إله؟ كم إله؟ لازم إله واحد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد. ينفعش اثنين؟ لا، ينفعش اثنين. الله والمال ينفع؟ لا برضه لا. الله والجسد ينفع؟ لا. الله واللبس ينفع؟ لا. الله والمظاهر تنفع؟ لا برضه. الله وحب الكرامة تنفع؟ لا برضه. الله دي عملية تصفية من الأول، عشان كده بيقول له ايه؟ ما تعرفش بين الايه؟ بين الفرقتين. ادي قصد الايه؟ الحد الأولاني. والعجيب في الكنيسة بتاعتنا ان تتنهى القراءات طول الأسبوع، يعني يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس تكرر نفس الايه؟ الموضوع اللي فات. كأن ايه؟ مش تيجي يوم الحد وتسمع الوعظة عن ان لا يمكن انسان يعبد سيدين، الله دي وعظة كويسة صحيحة، الواحد لازم برضه يسهد في العاد. لا، دي مش وعظة، ده مبدأ انجيلي، ده بيقول لك هو عاوز تبتدي، عاوز تبتدي في الرحلة. ما ينفعش، لازم قلبك يكون مخلص لربنا. انا مش بشرح ازاي تكون العملية ديت، لكن انا بس بحط المبدأ كده بوضوح. وتفضل ايه بقى؟ ايه الطريقة بقى عشان تصوم الصيام؟ تعمل ايه الطريقة؟ تاخد الدرس يوم الحد وتتنك تذاكر فيه طول الاسبوع، تذاكر فيه. كل ما تيجي القداس بتاع بعد الظهر يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، تسمع برضو ما يشابه اللي انت سمعته يوم الايه؟ الحد. اذا الكنيسة بتؤكد درس معين واحد، تنها تكرره 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 تكرره. شوف ازاي؟ وتبتدي بقى ايه الرحلة اللطيفة دي. وبعدين تكلمنا بعد كده الكنيسة عن حضن ابونا السماوي، لما تصلوا قولوا ابانا الذي في السماوات. تكلمنا عن التجربة، التجربة والصيام في معناه عبارة عن عملية حرب. الحرب يعني ايه؟ الحرب يعني كل واحد عاوز يحصل على شيء لازم يجاهد عشان يوصل للشيء ده. يعني عشان توصل لشهادة لازم تجاهد، عشان توصل لانتصار علمي او فني او حتى حربي لازم تحارب وتنتصر. اذا العملية فيها حرب، حرب روحية، لما حرب لذيذة جدا. ليه بقى؟ لان الحرب بتبقى ثقيلة لما يبقى المقصود منها الحرب وبس. لكن اذا كان حرب عشان توصلني لدرجة عالية، ده انا حارب عشان اخد درجة كمان، ده انا حارب عشان اخد وظيفة اعلى، ده انا حارب عشان اخد مجد عند ربنا. والحرب كمان تبقى لذيذة لما يبقى مؤكد الانتصار فيه، مؤكد. يعني لو في جيش داخل في حرب وعارف انه هنتصر 1000%، تبقى العساكر كده ماشي فرحان ومزقطط، لو عارفين هيتهزموا هيتهزموا، يبقوا زعلانين. فالحرب الروحية هنا حرب مضمونة. فيبتدي المسيح يدخل بعد الصيام ب40 يوم في حرب مع الايه؟ مع الشيطان. حرب لذيذة جدا، يقول له الاكل وحاجاتك واهتماماتك، ويغلب المسيح ويقول له: طيب الكبرياء، ويرمي نفسك من على جناح الهيكل، ويصطدم ويرسل لك ملائكة يحملوه، يقول له: انت ده شيطان. يقول له: طيب
تعالى بقى مشي معايا وسيبك من وصايا ربنا الثقيله دي، ان قررت وسجدت لي واعطيك ممالك العالم، تعالى بلاش ارمي الصليب ده ومشي في الطريق السهل اللين الهين ده، تعالى اتعلم الميوعه في العباده كده، وتعالى وانت اديك ممالك العالم كلها. قال له بقى شفتهم حرب لذيذه انتصر فيها ربنا في يسوع المسيح وكرش فوق. احنا النهارده الكنيسه في حاله حرب، حرب روحيه. أوري لك إزاي ملامح الحرب. إيه يغيظ الشيطان؟ يغيظ الصوم والصبر. هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصبر. طيب إحنا لما نبتدي الصيام تفتكر الشيطان يقف كده متكتف إزاي نط؟ لكن أنا عارف إن أنا مش هخزيه غير بالصوم والصبر، فما صوم وصبر. طيب الحرب دي يهم الشيطان فيها إيه؟ يهم الشيطان فيها إن يحدث الصوم خالص. على فكرة في الكنائس الغربية دلوقتي حذف الصوم خالص، يعني نادر لما تسمع ريحة الصوم. على فكرة بقول من غير تحيز، يمكن الصوم ده لسه بس موجود في الكنيسة بس طيب، لكن بره ما تسمعش حاجة اسمها صوم. حتى الكنيسة الكاثوليكية في تحفظها بالصوم خففته لغاية لما بقى أخف من الفطار، يعني خالص. ليه؟ هو الشيطان لفاكر كلمة المسيح قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والإيه؟ والصلاة. أنا مش مناقش في الموضوع ده، هو المسيح قال كده. هو الدكتور لما بيكتب روشتة يقول لي يا ابني يصرف روشتة دي صحتك تبقى زي البومب. أنا لما أكون بحضر رسالة الدكتوراه والشخص اللي عايز يقول لي أعمل النقطة دي هتنجح 100%، أنا أعملها على طول. المسيح قال كده. أقعد أناقش وأتفلسف وبتاع لما أضيع البركة. حرب، في حرب كبيره خالص. اقول لك انا حرب ازاي. الشيطان النهارده بيجيب العالم ويدخله جوه الكنيسه، صحيح جد. يبص يلاقي ايه؟ طرق العالم تخش جوه الكنيسه، محبه المال تلاقيها جوه الكنيسه، جوه الكنيسه اللف والدوران والحيل والتكتيكات البشريه والغايه تبرر الواسطه والكذب الابيض، والكنيسة تبتدي عشان توصل للحفاظ على جدراناتها كده تبتدي تلف 60 طريقة. وبعدين تبص تلاقي المسيحيين تعلموا الطرق بتاعت العالم، وبعدين العالم يلف من ناحية تانية ويخش جوه البيت بطرق، يطلع الولد الطفل الصغير كده بدل زمان ما كان يسمع من أمه صوت الترتيل والتسبيح يسمع صوت الأغاني ويشوف صور جديدة في التلفزيون ويشوف الشارع ويشوف المدرسة. حرب عنيفة، يا عيني على أولادنا الصغيرين ويا عيني على بناتنا لما يروحوا المدرسة كده، وحتى يبقوا بنات حلوين وبعدين تبقى محاصرة لوحديها في الفصل، يتلمع حواليها يقولوا لها أنت مش ماشية مع الإيه؟ مع المدنية الحديثة وأنت مقفلة. ويكفي إن كل يوم يحكوا لها أفكار شريرة وحاجات ومغامرات، ويكفي المجلات اللي يجيبوها لها والصور اللي يجيبوها لها. وبعدين تبقى البنت المسكينه ديت في وسط الفصل دي بتصارع، يمكن قوله الرسول لما بيقول حربت وحوشا في افسس، انا عاوز اقول اخاف، يعني دانيال في جب الاسود كان ارحم. وبعدين تقول لي في حرب، ده في حرب عنيفه خالص، ده في حرب. انا مره قلت كده، واحد مره قال لي انت سمعت على الحرب العالميه الثالثه؟ قلت له لا، في حرب عالميه ثالثه. قال لي دي قامت من زمان قامت، مش دلوقتي. الحرب العالمية الثالثة دي لا محتاجة للقنابل الذرية ولا صواريخ ولا حاجة. الإنسان فيها الشيطان يحارب الإنسان وينتصر عليه ويحطمه وهكذا، والإنسان يحطم نفسه بنفسه. وصحيح النهاردة ممكن بسهولة جدا الإنسان يحطم نفسه بنفسه في حرب. صحيح، لو أنا دلوقتي ربنا في سفر إرميا بيقول له كده، هل يوجد في المدينة واحد، إنسان واحد عامل بالعدل؟ أنا عاوز واحد بس في البلد كلها، وأنا أصفح عن المدينة كلها. عاوز واحد صانع عدل وأنا أصفح المدينة. أنا قعدت أفكر في الآية، قلت له يعني إيه يا رب؟ يعني أنت النهاردة لو في واحد في الكنيسة، لو في واحد صايم صيام مظبوط من القلب وصانع عدل
تصفع الكنيسة كلها. يا طب مين الفدائي اللي عنده الاستعداد ده؟ مين بقى؟ انا سيالي كل واحد منها اقول انا مستعد اقدم نفسي ضحية للكنيسة كلها. اذا كان واحد يسلك في خوف ربنا في صمت وفي خضوع وفي سرية وفي سلوك مسيح ويعطي القلب لله ويكرس الحياة للمسيح ويخزي الشيطان ويعطي انتصار روحي وده يسمح خلاص للكنيسة كلها، ده حاجة بتبقى يعني انا مستعد اقدم نفسي وانت عاوز تقول انا مستعد اقدم نفسي وهكذا. في حرب فعلا، وفي حرب على الاسرة، وفي حرب على العلاقات العائلية، وفي حرب على اولادنا في الكلية، وفي حرب روحية، في حرب ضعف ايمان، لان كمان الايمان بيتزعزع، المادة بتخلي الواحد دلوقتي بدل ادانا لديسين مكانا بيحب الاستشهاد لغاية الدم، دلوقتي الواحد يعيط على حاجة صغيرة ضاعت منه او واحد يضايقه مضايقة بسيط يقول له ده انا سيب لك البلد وهاجر حتى مستعد ما عادش في البلد ديت مدام انت فوقت عليا ايه الفرصة ديت او تخطفني. يعني انا عاوز اقول ان في حرب في الايمان، وبعدين كمان في حرب في المحبة. ده الكتاب المقدس يقول كده، من كثرة الاسم تفطر محبة الكثيرين لعل ابن الانسان اذا جاء يجد الايمان على الارض. انا عاوز اقول ان الكنيسة النهاردة محاصرة، حصار زي اي معركة حربية، والموضوع في الدين. اسلحة محاربتنا قادرة بالمسيح يسوع على هدم اصول. فاحنا في الواقع في الصيام الكبير ده بنعمل عملية تعبئة وبنعلن الحرب وبنخطط معركة اكيد هنكسبها 1000%. وانا ما انساش ربنا علمني حاجات كتير قوي، كنت في السنين الاولى يعني في اول الكنيسه دي وكانت تبقى مشاكل كتيره خالص، ممكن مشاكل عاليه وببساطه كده لسه الواحد كان بسيط. انا فرحان بالصيام، اخذ المشاكل دي احطها على المسرح بس لقيت اتحل تاني بسهوله، وعلى ايه احس ان الشيطان هو قصده هو اللي بيلعب في الجنين مفيش غيره، واني المساله مش مساله تصالح فلان على فلان، مسألة انتصار على كل إنسان مع الله، الإنسان يتصالح مع ربنا مش يكون يتصالح مع ربنا. عملنا إيه؟ ما احنا عملنا زي العالم، المفروض إن احنا نصالح الناس مع ربنا، النفوس بعيد عن ربنا والشيطان بيرقص بره ومنتصر. ويانا أولاد لربنا، لسه أنا واحد كاتب لي جواب يقول لي فلان ده فاكره اللي كان عابد في الكنيسة، فاكره الآن أذكره باكيا، لسه الجواب في جيب يقول الآن أذكره باكيا لأن الآن بيقول أنه مفيش ربنا وبيقول أن أنا مديت ظهر ربنا ده هو، وأنا دلوقتي مفروض أودي وش للعالم. ده شاب كان أخونا ومعانا، الشيطان بيلعب لعب كبير خالص. إذن الحرب الروحية عمل للكنيسة واللي انتصار فيها مضمون 100%، وأجمل الفرص بتاعته هي الإيه؟ هو الصيام. والصيام يحمل في معناه أروع صور للتوبة، اكتشاف حب الله غير المحدود. عشان كده الكنيسة بتقرمنا ايه في الحد اللي بعديه، الابن الضال. الابن الضال ده ولد قال لابوه انا قرفت من العيشة بتاعتك، يعني حالة تذمر زي الحالة اللي بيعيش فيها البعض دلوقتي بالنسبة لربنا. قال له طب يا ابن. وبعدين الولد ده قال اقوم وارجع لأبي. رجع لأبي ابوه، رفع وقع على عنقه وقبله وقال له يا ابني انت كنت فين؟ قعد نفسكم فيه بوسه وقال له فينك من زمان. ده الحد اللي بعده. عاوز يورينا ايه ربنا؟ ان يا اولاد الصيام في توبه، والتوبه في مفهومنا المسيحي ارتماء في حضن ربنا، الرجوع للحضن بتاعه. تذكرت الايام الاولى رجوع كل واحد مننا كان فيه ايام حلوه كده، ده ربنا لا لذيذ، يمكن في طفولته، يمكن في محنه، يمكن في شبه حلو ربنا. وبعدين الواحد بيفكر كده يرجع لحضن ربنا يلاقي ابونا موجود يقع على عنقه ويقبلنا ويحضننا ويغسلنا ويلبسنا الخاتم ويلبسنا حله ويضع خاتم في ايدينا ويدبح العجل المسمن ويقعد يفرح ويقول تعالوا في بيت. بيت ربنا اللي هو الكنيسه في فرح كامل. وهل هناك فرح اكثر من فرح الالتفاف حوالين الذبيحه
اللي على المسبح فرح لا ينطق بيه مش ممكن يعبر عنه. بعد كده الحد اللي بعديه تبتدي الكنيسة تتكلم عن المرأة السامرية. المرأة السامرية دي لذيذة جدا لأن هي المرأة السامرية هي أنا، هي نفس بشرية مراوغة قالت ايه عاوز اعيش سعيد. طيب اعيش سعيد تعمل ايه؟ قالت اروح اتجوز. طب اتجوز. قال كمان مرة اتجوز. اتجوز كمان مرة كمان مرة بقوا كام؟ معاها 5 ازواج. وكمان مرة. وبعدين قالت اعيش في العالم. طب وبعدين؟ اتقابلت مع المسيح. قال لها ازاي الحال؟ قالت عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ انا عشان قالت له عكس المهم الحديث دار. قال لها انت مبسوطة؟ قالت له قادر. قال انا عندي مية حلوة. انت بتشربي من المية دي بقالك قد ايه؟ قالت له مية اللي بشرب منها طول عمري. وبقت يا اختي؟ قالت له قادر. قال لها الماء الذي انا اعطيه الذي يشرب منه لا يعطش. المية اللي بتشربي منها بتشربي وتعطش. دوقي دواءها المية بتاعها. لا اعترفي؟ اعترف. قال لها ايه رايك في القعده دي؟ قالت كفايه انا عمري ما حسيت بسعاده بس القعده معاك بعد الاعتراف بالدور. قال بس هي ميه العالم يعني نهايه الدنيا. عطش فعطش فعطش. يا سلام يا جماعه المراه السامريه دي لو تقرا الحوار من ضرب نظير المسيح حوار صعب خالص خالص وفي كبرياء وغرور وتقول له لا انت سامير انت يهودي وانا سامريه وبعدين يطول باله عليه وهي تراوغ وهو يحصرها يحصرها. هذه النفس الإنسانية هي أنا وأنت سامرية. هي النفس اللي لسه لو دائت ينبوع المتفجر من الجنب الإلهي مش هتعطش أبدا. والعجيب يا أحبائي إن ربنا لما انضرب بالحربة في جنبه على الصليب خرج من جنبه دم وماء. والقصد من الماء هنا إن هو ماء متفجر عشان نشرب منه. أهو ده الينبوع بالقرب خلاها عجيب. ولما كلمهم قال لهم من آمن بي تجري من بطن أنهار ماء حي تنبع إلى حياة أبدية. قال هذا عن روح القدس. روح القدس تود من مياه روح القدس المفرحة المنعشة. اقرأ كده في كلمة ربنا وتأمل فيها تجدها لذيذة. يوم ما كده عايش عيشة حلوة مع ربنا كده وقعد وصليت صلوة حلوة كده وقف في الكنيسة وقلبك مفتوح لربنا تبقى فرحان ولا لا؟ مش مية دي مية. يا ايه رأيك في فسحة في السينما ولا في اي حتة في العالم تانية ما فيها لذة برضه لذة جسدية ولكن لذيذة زي دي الاول تعطش الثانية وترجع تعكننا بعدين لكن دي كده تريح للنفس وتعطي شبع تعطي السلام. الكنيسة بتقول كده صدقوني انا ما بكذبش عليكم. المسيح بيقول الان بد مية تعالوني من عطش احد فليقبل الي من حد ماء حياة مجانا أنا أعطي. المية اللي بديها اسمها الماء الحي. المية اللي تشربوا منها اسمها الماء المميت. المية اللي تشربوا منها تعطشوا الماء اللي أشرب اللي أنا أعطيه أنا اللي أشرب منه ما أعطش. بعد كده توصل نمشي كده في الرحلة نلاقي الكنيسة بتتكلم عن الإيه المخلع. الراجل اللي بقاله 38 سنة مين يائس؟ ما عندناش في المسيحية يعني. مين فاشل؟ ما عندناش فاشل. 38 سنة راقد على السرير في أمل. 38 سنة شلل. 38 سنة خطية. 38 سنة ضيعة من عمر البني آدم. في أمل؟ في أمل في يسوع. يسوع يقدر بكلمة واحدة لأن يسوع ما بيحسبش سنين. ما بيحسب. أنا بقول له احسبني من أصحاب الساعة 11. أمل المتجدد في شخص ربنا يسوع المسيح. أمل الكنيسة وأمل الأجيال كلها وأمل البشرية كلها. ربنا يسوع المسيح الأمل بتاعنا والرجاء بتاعنا. فنحن لا نيأس ولا نفشل. والعيا بتاع 38 سنة ده يخلق حياة جديدة. والمشاكل في حياتنا والضيقات تنشئ حياة جديدة. وكثير من القديسين ابتدوا حياتهم بعد مشاكل. وبعد ضيقات وبعد خطايا. موسى الأسود ابتدى حياته العنيفة في محبة ربنا بعد حياته العنيفة في الانغماس في الشر. الأنبا بولا ابتدى حياته بعد خناقة مع أخوه. الأنبا بولا البسيط ابتدى حياته العجيبة في سن 80 سنة بعد خناقة مع مراته لما كانت
وقع في خطية مع شاب ومش راضي يسيب، وهو عنده 80 سنة ابتدى حياته الجديدة وفاق أن تنص في قداسته وفي جهاد الروح. لا هنا ليس هناك يأس في مسيحيتنا، وليس هناك واحد سنه كبر ولا واحد شيخ، لكن كلنا في المسيح أمل متجدد. مفيش ضعف، مفيش مشكلة تهزمنا، مفيش يأس، مفيش فشل، لكن في حياة جديدة، مراحم ربنا جديدة في كل صباح. يسوع كل يوم هو أمس واليوم إلى الأبد، لا يشيخ أبدا. بعد كده الحد بتاع التنصير، حد جميل خالص، تكلمنا في الكنيسة على المولود أعمى اللي فات تعالى، وتبتدي عينينا تفتح. الناس لها عينين لكن عمية، والراجل ده عينيه فتحت فشاف المسيح. فتحت لي الراجل ده فتحت عينيه، طبعا يمكن كان محروم انه يشوف المباني الفخمة دي اللي في العالم، كان محروم يشوف شكل الناس، كان محروم لما كان فقد البصر بتاعه اللي ماشي ده بره وشكل العربيات. طب ايه يعني لو شاف شكل العربيات ولا شكل الناس دول ولا ايه يعني؟ طب ما كتير بيشوفهم وهي العين بتشبع غير من التراب، تشبعش ابدا. لكن الراجل ده فتحت عينيه فراى يسوع، هنا الفكره. والمسيح كلمهم قال لهم انتوا عميان لان انتوا لكم عينين ومش شايفيني، انا معاك اهو. عشان كده الانسان المسيحي اللي ما ادركش ببصيرته الروحيه انقياء القلب يعينون والله يشوفوه. اذا المسيح يطالبنا في نهايه الصوم في الاسبوع الاخير اننا نصل الى درجه من الرؤيه الروحيه، ان احنا نرى الله في حياتنا واضح، وتصبح بصيرتنا الروحيه مخصوص عشان ادراك الله في حياتنا، مش ادراك الامور الماديه اللي بتدور حوالينا. وادراك الامور الماديه اللي بتدور حوالينا يدركها اي انسان، لكننا نستطيع ان نرى الله في كل حركه يتحركها العالم من حولينا. حتى الحاجات الماديه اللي حوالينا نستطيع ان نرى فيها الله. اتفتحت عينين الاعمى عشان خاطر يشوف ربنا، عشان يكون ربنا هو اللي يشوفه ويقول له اين هو، فقال له انا هو الذي اكلمك، فخر وسجد له وقال له امشي معاك، خلاص عينيك شفت، عيني شفتك، فثبت نظره في المسيح. ده الحد الاخير. وبعدين ندخل على اسبوع الاعلام الجميل عشان نمشي في رحله اخرى، رحله بقى اكثر تكثيف واكثر تركيز، تبتدي من اورشليم لغايه الجلجثة، واحنا نتتبع خطوات ربنا يسوع المسيح لكي نصل في درجه حبنا الى حمل الصليب وشركه الامه. انا ابتديت الكلام اقول الاول ان القصد الاولاني من العمليه دي كلها ان ربنا نازل للارض للعالم عشان يغير طبيعتي ويخليني ابقى شكله في قلبي، في محبتي، في طوابعي، في تسامحي، في حب للخير، في حب للبذل في الخدمه. عاوز نشوفني شكل المسيح بالظبط. عشان كده طول الصيام هتسمع عن المحبه، وهتسمع عن خطيه الادانه لازم نبطلها، وهتسمع عن الصوم، وهتسمع عن الصلاه، وهتسمع عن التجربه، هتسمع عن قلب الله المفتوح، هتسمع عن المياه اللي بتشبع النفس، هتسمع عن امور كثيره مقصود منها ان هي توصلنا في الاخر الى حالة تشابه مع الله. وهو في كل هذا المسيح يسندنا ويصوم معانا ويمشي معانا في الطريق، وجسد ودمه موجودين على الناس. بعد 55 يوم هنقف برضه في الحته دي ونعيد في عيد القيامه، ويا ترى هنكون صمنا صوم مقبول؟ يا خساره لو الفرصه تعدي ونيجي بعد الصيام ما يخلص ونقف ونقول هنعيد النهارده. نعيد ايه؟ نعيد عيد روحي ان كنا صمنا صوم حقيقي. نعيد واقول له انا قمت مع المسيح اذا كنت فعلا تغيرت حياتي الى شكل المسيح القائم من الاموات. اقول ان انا عايز عيد القيامه، ان ما صمتش وقمت من الضعفات بتاعتي ما اقدرش اقول ابدا ان انا اعيد العيد الروحي مع المسيح. الهنا الصالح يبارك فينا عشان خاطر لمجد اسمه ولمجد كنيسته كلنا ناخد صورته
اللي هو يتمنى ان احنا نكون شكله في الهنا المجد دائما الابد.